صورة تكررت مرة أخرى، فرض حظر التجوال في صلاح الدين مع إجراءات وقائية مشددة بسبب فيروس كورونا. الجهات الرقابية الأمنية والصحية أكدت حرصها على تطبيق ما نصت عليه شروط اللجنة العليا للصحة حفاظا على سلامة المواطن. الإجراءات التي اتخذها مؤسساتنا في دار الصحة صلاح الدين هي كفيلة بالعلاج وكفيلة برفع الوعي لدى المواطن الكريم حول هذا الخطر القادم إلينا إن شاء الله ما يوصل إلى هذه المرحلة، ولكن بالأساس حجر الزاوية في مواجهة هذا الخطر هو وعي المواطن ومدى التزامه بتطبيق إجراءات السلامة وإجراءات الوقاية. الأجهزة الأمنية راح يراعون وينفذون وهذا ملزمين به الشروط التي كتبت من قبل اللجنة العليا للصحة، أنه إحنا جادون بتنفيذ كل التوجيهات والإرشادات نطبقها على المواطن والمواطن لأجله ولصالحه. فأيضا من نفس الوقت نطلب من المواطن أن يساعد مع الأجهزة الأمنية والجهات الصحية بالالتزام بالإرشادات والتعليمات خدمة للمحافظة على شعبنا الكريم. المواطن وهو من عانى الأمرين من تجربة الحظر الماضية ناشد سلفا ويناشد الآن من أصحاب القرار النظر في حاله المعيشي، فأصحاب الدخل المحدود والأجور اليومية لا سبيل لهم غير الخروج إلى الشارع بحثا عن قوتهم وقوت عائلاتهم لعدم وجود البديل أو المعيل من الحكومة. الوقاية مطلوبة، المرض موجود، لكن أريد شيء بديل، أريد شيء حل، أريد الناس تعيش، تريد تمشي العالم. الضعيف من يجيب؟ الفقير ما عنده، اللي مثلا القوته يومي، اللي عامل مثلا، اللي ابو ستوته، اللي ابو تاكسي، وقفت الحياه، وقفت هسه وقت الحاضر، وقفت الحياه، ما عندنا اي عمل غير اكو يكون بديل حتى الناس تستمر بعيشتها. بعد تعايش مع كورونا دام اكثر من عام، تعود اجراءات حظر التجوال ذاتها هنا في صلاح الدين. المواطن ومع التزامه بمقررات خليه الازمه ينتظر التزام الحكومه معه بتوفير ما يجعله مستمرا بهذا الالتزام. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.